مجدد الصباح لكم مشاهدينا، وبنبدأ سوا بأولى فقراتنا الحوارية. اليوم رح نحكي فيها عن الطفل اللي هو دائما بيكون مصدر اهتمام، فكيف بفصل الصيف وتحديدا باليوم العالمي للطفل. زينة دائما بنلاقيه انه الأنشطة كلها موجهة للأطفال بهيدي الفترة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وأكيد لما بيكون في مناسبة خاصة بالطفل بيبقى الاهتمام أكبر كمان. طبعا مشان هيك شيء مها اليوم نحكي عن فعالية تقام من 1 آب ل 3 آب بعنوان قلوب صغيرة لوطن كبير. لحتى نعرف تفاصيل اكثر طبعا بيسرني رحب بالضيوف الموجودين معنا. بدنا نقول للسيده عدويه ديوب فنانه تشكيليه، اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح النور، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. كمان بدي اقول للسيد خالد البهلول مشرف بفريق الثقافه لبناء مهارات الحياه، يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخيرات. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. يعني دائما نعرف قد ايه انتم الاهتمام كثير كبير بالطفل، بالنشاطات اللي له، بتنميه مهاراته وقدراته. ست عدويه نحكي اكثر عن هيدي الفعاليه، دورك فيها قد ايه رح يكون مع الاطفال وكيف التوجه لهم بهيدي المرحله؟ أول شيء هي طبعاً فعالية على مستوى سوري عم تطلق وزارة الثقافة، ومثل ما عودتنا وزارة الثقافة دائماً عم تحاول قدر الإمكان حقيقة تسلط الضوء على أغلب المناسبات اللي هي يعني بتعمل فرق مجتمعي، ومنها هو حقوق الطفل، حق الطفل، الإضاءة على هذا الموضوع. ومن رحم هذا الاهتمام حقيقة نحن عم نشوف بمحافظتنا الفعالية اللي هي من 1 إلى 3 آب رح تكون مجموعة من الفعاليات. طبعا أنا مسؤولة عن أحد الفعاليات وفي باقي الزملاء رح يكون مسؤولين عن فعاليات أخرى. الفعالية اللي بتخصني هي رح تنطلق ب1 آب، رح يكون طبعا ورشة فنية بالرسم على الجدران مع الأطفال. الغاية الأساسية حقيقة هو التركيز وتكثيف شو بدنا نقول النصوص التعبيرية الشكلية واللغويه الخاصه بحقوق الطفل. نحن مثل ما بنعرف دائما عندنا القانون او النصوص جاهزه، بما معناه حق الطفل عن التعبير، حق الطفل بالحياه، حق التعلم، حق كل هذه الحقوق الحقيقه اغلبنا بيعرفها ومتطرق لها بمجالات شتى، حتى بنذكر فيها اطفالنا دائما، لكن ارتباطها بالنشاطات والفعاليات اللي هي مثلا ممكن بالرسم على الجدران، ممكن الرسم على اللوحات، مره ثانيه ممكن من خلال الرسم حتى بالطرقات العامه او الرسم بشكل جماعي، لا نمنح أطفالنا حرية التعبير والقدرة بالإضافة إلى ذلك عن التعبير عن هذه الحقوق. يعني هو لما عم يرسم رسمته على الجدار أو على أي سطح كان، هو حقيقة عم بيعبر عن رأيه، عم بيعبر عن شخصيته، عن معرفته، عن خبراته الموجودة، حتى تاريخه. تنتحي الشخصية من خلال الرسمات يلي بيقدمها الأطفال لأي درجة؟ ما في شك حقيقة هلأ في كل أغلب الدراسات بتسلط الضوء على هذا الموضوع، في إمكانية عالية لتقدير مستوى ذكاء الطفل، لتقدير خبراته، مهاراته، كل هيدا حقيقة بالإمكان حاليا شو بدنا نقول تقديره بدقة من خلال الدراسات والأبحاث. لكن هون يمكن بالورشة شوي بعيدين عن هذا الموضوع. نحن حاليا بصدد تسليط الضوء على حرية التعبير بالنسبة له، لأنه يعبرنا عن هيدي الحقوق مثلا كحق التعبير عن الحياة، أو حق التعبير عن الآراء مثلا كيف ممكن هو يشوفه، حق التعلم كيف ممكن هو يشوفه. ونحن بالورشة طبعا كان في مثل كما هو متعارف عليه بالورشات الموجودة، أول شيء في تعارف، بعدين في مثل إطلاق للأفكار بشكل عام من خلال اللغة، بعد الإطلاق ممكن تكثيفها لأنه لنوصل لشكل تعبيري معين. من هذا الشكل التعبيري ممكن المدرب أو المشرف على هذه الورشة هو يعطي بعض النقاط أو بعض الروائز، مثل أنا مثلا رسمت مثلا طفل مثلا نايم على غيمه وعم بيقرأ كتاب من باب بس يعني هيك الاستفزاز أو التحريض للأطفال، لأن هم يفكروا خارج إطار الصندوق، لا يعطونا أفكار حقيقة تعبيرية أو أشكال تعبيرية جيدة مبتكرة ليست اعتيادية. من هذا الباب نحن طبعا بلشنا حتى مبارح، بلشنا مع الأطفال مجموعة من الأطفال، اليوم كمان في مجموعة من الأطفال تاني، وبكرة رح يكون لأنه بكرة الإطلاق رح يكون كمان مجموعة من الأطفال حاضرين معنا، ورح نشوف يمكن ختام العمل يوم الاثنين. فأهلا وسهلا فيكم إذا بتحبوا تشاركوا. دعوة عامة رح تكون طبعا دعوة عامة، اللي حابب يشارك أكيد مفتوح المجال لإله. أهلا وسهلا. هذا الشيء كله ما هو بحاجة أكيد لجهود كبيرة ولفريق، يعني اليوم شخص واحد ما بيقدر يتعامل مع كمية أطفال كتار وبأعمار مختلفة، ولكن فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة أكيد التابع لوزارة الثقافة له نشاطات، له مهام عديدة ممكن نعرفها من حضرتك، تفضل أستاذ خالد. هلا فريق الثقافة لبناء مهارات الحياة هو فريق تطوعي بلش من الشباب مثل كل الشباب بأي مجتمع، عنده الرغبة ليعمل شيء، عنده الرغبة ليشتغل، عنده الرغبة لينزل على أرض الواقع يعمل
تغيير بهذا المجتمع. فكان لهم مع بداية الأزمة نشاطاتهم ينزلوا، بتعرفوا بالبداية كان في الأشخاص اللي نزحت نتيجة الحرب، كان في احتياجات معينة، نزلوا حاولوا يقضوا جزء من هيدي الاحتياجات، يحاولوا يعوضوا يعملوا أي شيء. وبالتدريج رويدا رويدا لما اللي بلشت الأمور شوي تستقر، صار في من توجهات تانية، صرنا نتجه باتجاه مثلا جوانب تعليمية، جوانب ترفيهية، جوانب من اسمه هو مهارات الحياة، نقل وتعليم هدول الأطفال وحتى الأهالي اللي ممكن يكونوا معهم عن مختلف جوانب هيدي المهارات اللي نحن بنعتبرها مهارات، منها مثلا ممكن تكون الرسم، ممكن منها الرياضة، ممكن منها أنواع مثل فنون معينة مثل فن طي الورق، فن المكرمة، الخط، موسيقى، كورال، كل هدول القصص. فكان دائما حاضر يعني الفريق معهم. ست عدوية، يعني هلا ذكرتوا انه هو رسم على الجدران، في مناطق معينة محددة ليتواجدوا فيها الأطفال، انه وين راح يرسموا؟ دائما هيك بيكون عند الطفل هيدي المخيلة، انه وين الجدار اللي بدي ارسم عليه؟ يا ترى بالشارع، بمكان معين؟ فخبرينا تفاصيل كيف راح تكون هيدي. بتعرفي عجيزتي مها، سؤال كثير حلو. في شغلتين انت هلا حضرتك اشرتي لهم، اول شيء الطفل دائما معتاد انه يرسم على الورق او على الكرتون، فهو لما بتغيروا له السطح هي اول اكتشاف له انه انا ممكن ارسم، ممكن استخدم سطح ثاني لانه اشتغل. هذا الشغف ممكن عند الاطفال طبعا، انه انا يعني من وقت ما واحد بيكون صغير هيك شغفه يكون عم يرسم على الحيطان المدرسه، بتصير بتنظمي الهدف انه هو عم يرسم على الجدار، شيء مهم وله قيمه، وحتى بيشير لا مو بس قيمه مجتمعيه، لجزء من القانون السوري اللي هو بينطوي تحت، عرفتي كيف؟ هيدا كتغيير سطح، هو طبعا اشاره كثير حلوه. اثنين، نحن عم نحكي عن الجهود، عم تحكي عزيزتي زينة، خلينا نقول حقيقه مديريه ثقافه الطفل ومديريه الثقافه باللاذقيه متمثله بمديرها الاستاذ مجد صارم، الحقيقه جدا عاملين مساحه، شو بدنا نقول، مساحه استقطاب ومساحه ترحيب للجميع. ومن هون قدم لنا طبعا غرفه اسمها غرفه التعليم المتكامل، اللي هن بيشتغلوا فيها اصلا مع الطلاب المتسربين من المدارس ضمن برنامج تعليمي متكامل، والاطفال الثانيين بانشطه مختلفه. فنحن رح نلون هيدا المكان حلو بقصص لها علاقة بحقه للطفل، بالحقوق المختلفة اللي بتخص الأطفال. فنحن رح نرسم ضمن الغرفة كل الأفكار اللي نحن بتخطرنا نحن والأطفال لأنه زينا، وتضل باقي ضمن نطاق مديرية الثقافة. حتى حلو يمكن هيدا التنظيم، كل طفل بيوقف هون بيعرف أنه هيدي المساحة اللي له حرية التعبير، يرسم طبعاً هو شو بده، بتوجيه منكم أكيد رح يكون في يمكن شيء له علاقة بتوجيه الطفل، نحن كيف رح نرسم، كيف رح نشتغل، هيدا الشيء أيضا موجود ضمن هيدا النشاط. بتعرفي عزيزتي هلا نحن، أنا بالنسبة لي كشخص مشرف على هيدا على هيدي الورشة، امبارح لما التقيت بالأطفال أعطيت حرية مطلقة، تمام؟ هو دائما المدرب أو المشرف هو ضابط إيقاع، يفترض يكون ضابط إيقاع فقط، عرفتي كيف؟ يعني إذا كنت أنا عم كله عن حرية التعبير وأنا بدي وجهه، لأنه حقيقة بكون أنا عم حد شوي من خياله أو عم حد شوي من معرفته، فأنا عم بعطي حرية مطلقة لأنه الطفل يعطي وفق إمكانياته. في أطفال مثلا إمكانياتهم الفنية متواضعة، تمام؟ وفي أطفال إمكانياتهم الفنية كثير قوية، فأنت يعني بدك تحاولي قدر الإمكان توجدي مساحة حرية لهيدا ومساحة حرية لهيدا متعادلة أو متوازنة. لكن ضابط الإيقاع أو المدرب هو الأخر اللي بيعمل اللمسة الأخيرة اللي هي بتضبط كل هذا الموضوع ضمن لغة بصرية كثير حلوة. بيقدر يتعامل مع الفروق الفردية اليوم سواء كان بالرسم أو بغير شيء، دائما في فروق فردية دائما ما في شك، صح؟ ما في شك، وخصوصا أنت عم تستقبل شرائح مختلفة عزيزتي، فأنت مثلا في أطفال صغار ممكن يكونوا مستواهم الفني جيد، وممكن يكون حتى في يافعين مستواهم الفني ضعيف والعكس صحيح، فأنت بدك تعملي حالة توازن وحالة شو بنقول حالة من الانسجام بينهم، مشان ما يصير حتى في نفور، لانه في بعض الاطفال حقيقه لما بتعمل مقارنه بين رسومه ورسوم الاخرين ممكن تنكفئ، ممكن ترجع لورا، فنحن بالعكس بدنا نعمل حاله استقطاب، ونحن الغايه الاساسيه هو الاشاره للحقوق وليس تقدير المستويات الفنيه او ترتيبها تنظيمها. عفوا، هي اهم الحقوق يعني بين الموجودين هي عدم التمييز. فلذلك ما رح نحن نتوجه لل شو اسمها هيدي الحقوق الفرديه او حتى المهارات الفرديه اللي بتكون عند الطفل، رح نحن نتوجه مثل ما ذكرتوا لشيء جماعي يكون الطفل الاطفال كلهم متشاركين بهذا الموضوع. هذا الشيء يمكن اللي بخليكي هيك توقفي عند العنوان بشكل هيك كثير لافت، انه قلوب صغيره لوطن كبير. صحيح. يعني اليوم عم نجمع هاي القلوب اللي كلها لوطن واحد بس
بس هو بالضبط. كبير للجميع. قديش انتم حريصين بالفعل تترجموا هذا العنوان على ارض الواقع؟ 100%. يعني اليوم هلا فكره انه قلوب صغيره هي صغيره الحجم، لكن هي حقيقه هي كبيره جدا. يعني لما نتعامل مع طفل بنشوف الاحلام وبنشوف الامال اللي عنده، هي لا تعد، يعني عنده افق غير محدود. مع الاسف دائما هو بصير في قولبه، بصير في تحجيم شوي، لكن هذا المشروع اليوم بتصور هو بدايه خطوه لمرحله قادمه، لانه اي بلد بالعالم ممكن ينشأ وينهض وينطلق من تحت الأنقاض إذا كان لما بيكون في عنده صح. تماما، إذا أسسنا الأطفال اللي فيه بطريقة صحيحة. تمام. ذكرت أنه في أكيد هو ضمن 3 أيام في عنا برنامج معين رح نبدأ مع الرسم على الجدران. خلينا نتعرف أكثر على البرنامج، كيف رح يكون خلال اليومين الباقيين. تمام. أول يوم في عنا ورشة الرسم مع السيد عدوية. ثاني يوم عنا هو مسرح خيال الظل. هي ورشة، كانت ورشة عمل لمسرح خيال الظل، عنواننا من حقي بالمشرفة عليها المدرب نضال عديرة مخرج مسرحي. طبعا هي رح يكون النتاج تبعها ثاني يوم بيوم 2 الشهر. اليوم الثالث في الباحث إبراهيم الزيدي، عنوان الورشة رح تكون أثر الإدراك في حياة الطفل. هي هن على مدار 3 أيام رح يكون الوقت. ايمت رح يكون؟ يوميا الساعة 11 صباحا. 11 لايمت؟ حسب كل ورشة ممكن تاخذ وقت معين، يعني ممكن ورشة تستمر فترة أطول، يعني بتعرفي رسم أكيد. ممكن تكون أكيد. مع سيدة عدوية إذا كان الطفل حابب ست عدوية ممكن تعطوه يعني وقت لحتى يخلص هو ويبدع ويجسد فكرته شو بده بالرياح. ما يحبوا يخلصوا لثاني يوم. أنت بدك تعرفي تضبطي الطفل بحيث ما يخلص. هلا هني إذا بدنا ننطر عليهم أكيد لا، بس الحين رح يخلص يعني. طيب قديش كمان إنه حريصين إنه في رسومات جماعية أم فردية حتكون كونه الأطفال موجودين؟ شوفي أهلا، الطابع الورشة حقيقة فردي جماعي، جماعي فردي، يعني كل جزء جزء كل، بما معناه أنه هلا الباب مفتوح للجميع يطرح أفكاره، بعدين رح يكون مثل في جمع لهيدي الأفكار من خلال مساحات لونية أو من خلال مثلا خطوط أو ألوان أو أفكار معينة شكلية ممكن تجمع، عرفتي كيف؟ ما يعني تبويبها باتجاه واحد صعب، عرفتي كيف؟ لكن هي مفتوحة، بمعنى انه نحن كلنا رح ننتج مع بعض، كلنا رح نشارك بالافكار، كلنا كمان رح نرسم حتى النصوص اللي هي مثلا حق التعبير عن الراي، حريه الراي، حق المساواه، كل هيدي كمان هن رح يكتبوها، مو بس رح نكتفي باللغه الشكليه وانما كمان باللغه النصيه اللي هي بتاكد وبتكثف هيدا الموضوع وبتخلي بذاكرته شيء مرتبط جميل، انه هو رسم وكتب النص، وبالتالي هيدا اكبر تاثير حتى على وعيه وعلى ادراكه، لانه هو عم يشارك بالفعل من الالف الى الباء، وهذا هو المطلوب الحقيقه بهيدي الورشه او حتى بورشه خيال الظل، لانه كمان العنوان من حقي كمان حكوا شوي عن هذا الموضوع وعملوا مثل نص كثير جميل، انا شفت جزء منه، يمكن الاستاذ خالد بيقدر بيحكي بيضوي على النقاط اكثر مني، لكن كمان هو عم يشير على هذا الموضوع، عرفتي كيف؟ وخلينا نحكي بشكل عام مجتمعيا، دائما نحن بحاجة مثل ما هلا وزارة الثقافة طبعا مشكورة عم تحاول قدر الإمكان تضوي على تواريخ مهمة إلى علاقة بثقافة عامة، تمام، مثل حق الطفل فرضا، وحتى عطت عنوان إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بحقوق الطفل اللي أطلقه السيد الرئيس بقانون مؤخرا، قانون يمكن رقم 21 عام 2021. هي العنوان الحملة رح يكون هيك على مستوى سوريا، حتى إذا شفنا بالمحافظات الثانية طبعا يمكن الاحتفال المركزي هو بحلب، لكن على مستوى سوريا هذا العرس الوطني هو من باب دائما الإشارة والتذكير للكبار وللصغار بانه في امور مجتمعيه نحن بحاجه دائما للحديث عنها، للتطرق لها. في حقوق يا جماعه، في حقوق تمام. الطفل يعني إيه وهو صح. لانه بالنهايه هو مستقبلنا. طبعا يعني الطفل هو مستقبلي، مستقبل حضرتك، مستقبلنا كلياتنا، فنحن تسليط الضوء على هذا الموضوع بهيدا السن ومشاركته، لانه هو ممكن يطلع حتى بحقوق اخرى اكثر نضجا من الموجوده حاليا، لكن هو يحتاج الى الوعي. يعني وعي من هلا بهذه الحقوق، الاهتمام فيها، تكريسها، شو بدنا نقول، الحرص على تكريس الجانب الايجابي لاحقا بما يتناسب ومفردات المجتمع بما يتناسب والتوازن العالمي وبما يتناسب مع سياسه الانفتاح اللي نحن بسوريا مطلب عنا جميعا، ونحن اصلا يمكن من الدول المهمين على مستوى العالم اللي هي دائما تنادي بهذا الموضوع ودائما بتمد ايدها باتجاه الدول الاخرى بهذا الموضوع. استاذ خالد، سؤالنا الاخير لحضرتك، يعني اليوم
بالفعل ذكرت نقطة كثير مهمة، الوعي عند الأطفال. يعني نحن عم نلاقي إنه عن جد هذا الجيل جيل وعي جدا، منفتح جدا، عم يجي أكبر من عمره، يمكن لأنه ظروفه تغيرت، المناخ تغير، تقاليد تغيرت. ولكن قديش مهم بالفعل إنه يعني نوجه هذا الوعي بطريقة صحيحة وسليمة. للأسف في كثير ربما يمكن لأنه الظروف صعبة، ففي أهالي ما بتقدر لا تاخذ لا كورسات ولا دورات ولا تنمي هذا الوعي بطريقة إيجابية. يعني عم نحكي اليوم عن الوعي الإيجابي، فقديش كثير مهم إنه ناخذ هذا الوعي، ناخذ بإيد هذا الوعي لطريق صحيح وسليم. تمام. هلا بالبداية كان التوجه الأساسي لوزارة الثقافة بشكل دائم هي تكوين ثقافة الطفل. ثقافة الطفل يعني هي ما أنا كلمة بسيطة أو عابرة، يعني هي ممكن تتكون من تنشئته، من تعليمه، من تعريفه بالحقوق، من كل شيء. يعني أول شيء نحن بس ما ننسى أنه نحن كشعب بهيدي المنطقة دائما عندنا غيرة على الأطفال. يعني مستحيل انه حدا فينا يكون ماشي مثلا يشوف طفل صغير ماسك بايده سيجاره بلا ما تنسار عاطفته مباشره يحكي كلمه او هيك، يشوف حدا عم يعنف طفل بالشارع او اي شيء دغري بنحاول نتدخل. يعني فنتيجه التوجيهات للوزاره، ومؤخرا كان في اتفاقيه بين وزاره الثقافه ومنظمه اليونيسيف لبناء مشروع اسمه مشروع التعلم المتكامل. مشروع التعلم المتكامل أخذ برنامج اسم نغم وقلم. نغم وقلم هي من اسمه أنه هو لازم يكون في عنده حق بالتعلم وبالحياة، بنغم الحياة ككل، اللي هي اللعب والموسيقى والمسرح وكل هاي الجوانب، والتعلم بنفس الوقت اللي هن كلياتها من حقوقه. فهذا البرنامج تم العمل عليها لقلنا تقريبا شي سنتين، احنا هو بأواخر 2020 ابتدى وبلشنا فيه ننطلق كتعليم. حاليا احنا عندنا 3 مراكز، كنا بالبداية بس بالمركز الرئيسي مركز الثقافي، بعدين صار في عندنا 3 مراكز توسعنا إلى، وفي عندنا خطط توسع قادمة. المراكز حاليا غير المركز الثقافي، في عندنا بالرمل الجنوبي مركز، في عندنا بالدعتور في عندنا مركز. عندنا فئة منيحة من الطلاب تقريبا بحدود 800 طفل، وبعد التسجيل بعده قائم، عم نستقبل طلاب كتير. التوجه الرئيسي كان بالنسبة لنا هو الطلاب المتسربين من المدارس، يلي هن أول شيء نتيجة الأزمة، نتيجة النزوح اللي صار. ما ننسى كمان فترة الكورونا اللي هي كانت سبب وقفت شوي من هيدي الأنشطة 100%، وقفت كثير جوانب من الحياة، والناس بطلت تروح على المدارس نتيجة الوضع وهيك، فصار في عندهم فاقد تعليمي يعني. طبعا. فنحن حاولنا نعوض هذا الفاقد كتعليم، حاولنا بنفس الوقت نشتغل على ورشات اللي هي فيها رسم، فيها مسرح، في عنا كورال، في عنا كثير من الأنشطة اللي أغلب الطلاب رح يشاركوا كمان بيوم الطفل معنا فيها. يعني. أكيد ست عدوية، يعني بختام لقائنا معكم، هيدي الأنشطة مو بس يعني بهالثلاث أيام مستمرة، دائما أنتم متوجهين للأطفال لتنمية هيدي النشاطات والقدرات عندهم، مكملين بالمركز الثقافي والمراكز مثل ما ذكر الأستاذ خالد. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها قبل ما نبلش بكرة بهيدي الفعالية اللي هي طبعا بمناسبة يوم الطفل العالمي، شو بتحبي توجهي للأهالي اللي عم يحضرونا؟ أول شيء بدي أتوجه لكم شكرا على الدعوة وعلى الإشارة للموضوع، لأنه الإعلام حقيقة هو شريك وطني لكل المؤسسات أو شريك وطني قوي. شكرا لكم. بدي أقول طبعا كل سنة وأطفالنا بألف خير يا رب، وأطفالنا مسؤولية الجميع، ليس فقط مسؤولية مؤسسة بعينها أو جمعية بعينها أو فرد بعينه، الحقيقة أطفالنا هن مسؤوليتنا جميعا. أنا بدي أقول شكرا لوزارة الثقافة، لأنه الحقيقة بهيدي الفترة مثل ما عهدناها سابقا هي عم بتضوي وعم بتحاول تساند كل يعني كل العاملين بالمجال الثقافي على مستوى سوريا، وهذا يعني هو لا يحتاج الى شهاده مننا حقيقه، باعتباري انا غير موظف عندهم، لكن على مستوى سوريا نحن عم نشهد حقيقه هذا العرس الوطني اللي هو دائما عم بيرافق مناسبات إلى علاقه بثقافه عامه. فانا بتشكرهم، بتشكر مدير الثقافي، لانه حقيقه كمان هذه المساحه الارحب اللي هي عم بتدعي الجميع لانه يكون شريك بالتعاطي مع الطفل اللي رفع مهاراته وخبراته وقدراته، تحصيله العلمي، تحصيله المعرفي، وهذا يعني هذا بأكد على اهتمام الجميع ومسؤولية الجميع تجاه هذا الموضوع. شكرا لكم. أكيد.
نحن كثير بدنا نشكر وجودكم معنا اليوم السيدة عدوية ديوف فنانة تشكيلية، شكرا لحضرتك، وايضا السيد خالد البهلول مشرف بفريق الثقافي لبناء مهارات الحياة، شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لكم، صباحكم. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم.